بحضرته أي في حضوره. والبعض يذكرون أن الأقطاب الخمسة الذين يسيرون الكون بزعمهم، وهذا شرك بالله، يجتمعون كل أسبوع مع رئيسة الديوان. من رئيسة الديوان عندهم؟ السيدة زينب رئيسة الديوان، ويقررون مصائر العالم في هذا الأسبوع، وأحيانا يكون ذلك بحضرة الرسول، يعني في حضور الرسول، فذلك يقولون الحضرة. تجي معنا الحضرة، تأتي معنا الحضرة. طريقة الصوفية تقول الحضرة، الشاذلية تقول الحضرة، الرفاعية، كل يقول الحضرة. فهذا استعمال الصوفية. أما استعمال العامة لأن حضرة المحترم حضرتك، كل هذا لا نعلم له مستندا. قال